في للحال للجيش المناضل عليك الأبطال يم المواسم في جبالك في سهولك والسواحل وانحني للجيش يا كل الشوارع اعزف في للحال للجيش المناضل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل جيشنا يا جيشنا جيشنا يا ذا البطل أنت قد حررتنا في نضال وعمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي المشاهدين والمتابعين، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. إنجازات ونجاحات أمنية عظيمة حققتها قيادة شرطة محافظة حجة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عملية التأهيل والتدريب القتالي والمعنوي التي توليها للعيون الساهرة، ومشاركة أبطال القوات المسلحة في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة. في فقرتنا التالية نقترب وإياكم أكثر مشاهدينا الأعزاء مع مدير عام شرطة محافظة حجة العميد أمين عبد الحجوري. أهلا ومرحبا بكم إخوتي المشاهدين والمتابعين من جديد في برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. في هذه الفقرة التي سنخصصها أمام الإنجازات والنجاحات الأمنية العظيمة التي تحققها قيادة شرطة محافظة حجة مع جميع منتسبيها من مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بقيادة مدير عام شرطة المحافظة العميد أمين الحجوري، فأهلا ومرحبا بكم من جديد. بداية العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة، نود من سيادتك في مستهل لقائنا هذا أن تضعنا والإخوة المشاهدين والمتابعين أمام الوضع العام الأمني الذي تشهده المناطق المحررة في محافظة حجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا وسهلا بكم. بداية نود أن نؤكد لكم تام على يعني نضعكم في صورة واضحة أمام الوضع تام في محافظة حجة. محافظة حجة تام يعتبر المناطق المحررة فيها يتواجد فيها تعداد سكاني كبير جدا تام. نعم. وفيه إشكالية هنا كبيرة جدا على أنه الميليشيات الحوثية تام يعتبر زرعت من الألغام تام بشكل يعتبر مهول جدا تام، حتى أنه تام الألغام تودي تام بحياة الكثير من المواطنين، تودي بالمواشي حقهم تام يعتبر من الجمال من المواشي تام يعتبر بالأبقار والأغنام وكلها تام يعتبر كل يوم تنفجر تام يعتبر مجموعة، ثم نذهب تام يعتبر وحدات من المنطقة العسكرية الخامسة تامة مع الوحدات الأمنية تامة لتفكيك هذه العبوات التي يتم كشفها، وبقية المناطق تام يعتبر تحتاج إلى إعادة يعتبر نزع تام أو فريق مسام. نتمنى تام على أنه تام يبذل جهد تام معنا في هذا الجانب، على أساس أنه المناطق المحررة في محافظة حجة هي محاصرة أساسا من قبل الميليشيات الحوثية تام من الأمام، ثم تام يعتبر لدينا تام يعتبر من الخلف تام الذي هو نظام دولة وأشقاء تام يعتبر هم لم يقصروا معنا في الأساس تام يعطوا جهدهم، ولكن لديهم نظامهم ولديهم تام يعني تام وضعهم الخاص تام بدولتهم الذي يساعدوا فيه بالقدر الممكن تام هم معنا، ولكن وضع المواطنين هناك وضع تام يعتبر صعب جدا تام يعتبر من حيث الوضع الأمني من حيث الوضع المعيشي تام والإنساني وجميع الجوانب، ومن الجهة الأخرى تامها ليس أمامهم إلا البحر، فنريد أن نضع يعتبر يعني
المشاهد اليوم أمام صورة واضحة تامة يعتبر لما يحدث في محافظة حجة وأمام الحكومة أيضا. يجب أن تعي الحكومة أنه تام هناك مواطنين تاما في مسؤوليتها تام، وعلينا جميعا أن ننتبه لهم ونقوم بالواجب تجاههم. ونحن تام يعتبر في شرطة محافظة حجة في القريب العاجل أيضا تام من بعض الخدمات الأمنية التي تام نحاول أن نوفرها لهم، قد جهزنا يعتبر إدارة الأحوال المدنية من أجل تامة يعني النزول إلى هذه المناطق وإعطائهم يعتبر الجوانب التي تام يحتاجها فيها، مثل تام يعتبر شهائد الميلاد الأطفال، البطائق الشخصية، مثل ما لأنه تام طوال سنوات الحرب هذه كلها لا يوجد لديهم تام يعتبر أي وثائق تامة شخصية تامة تخليهم تام على أنهم وهم محاصرين تام من جميع الجهات تام، فوضعهم صعب جدا. نعم. طيب سيادة العميد أمين الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة، ماذا عن الإنجازات والنجاحات الأمنية التي حققتها قيادة شرطة المحافظة في المناطق المحررة خلال الفترة الماضية؟ لله الحمد تام يعتبر نحن تام بذلنا جهود كبيرة في هذا الشأن، وأنشأنا إدارات تام يعتبر للمديريات المحررة تام تقوم بواجبها وعملها. نعم. بالإضافة إلى وحدات أخرى تام مشاركة تام يعتبر في مع القوى مع الأخوة في القوات المسلحة تام يعتبر في الجبهات ضد تام ميليشيات الحوثي الإرهابية تام وعناصرها المتمردة، وهناك لدينا تام يعتبر عدد كبير جدا من الشهداء ومن المعاقين ومن الجرحى. وبالنسبة للإدارات تام المديريات المحررة تقوم بمتابعة الإشكالات تام يعتبر ما والحالات ما تستطيع تام حل حالته، بالرغم أنه كنا في السابق نعاني من إشكالية واحدة والتي هي موضوع النيابة تام، فلم يكن يتوفر لدينا نيابة تام في المناطق المحررة بسبب المرحلة بسبب الوضع تام يعتبر ما هو وضع الدولة بشكل عام تام. فالآن إن شاء الله تواجدت الدولة، تواجدت مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن تام، نأمل أنه تام تتحسن الأوضاع تامة وتنعكس على جميع تام المناطق المحررة تام في محافظة حجة وغيرها. أهمية التعاون والتنسيق المشترك بينكم أنتم في قيادة شرطة المحافظة مع الوحدات العسكرية في محافظة حجة؟ التعاون والتنسيق معنا تام يعتبر ما هو صميم عمل أجهزة الدولة تام، ولذلك أحب أن أؤكد تام يعتبر في هذه النقطة تامة وأوضحها تام بشكل واضح، أنه الدولة هي مجموعة أجهزة تام، عملها تام يعتبر عمل أجهزة الدولة هو مترابط مع بعضها البعض ومتكامل تام. إذا لم يكن فيه تنسيق تام وتنسيق تام أنه الجميع كل واحد يقوم بدوره تام، مثلا الجيش نحن نعتبر أنفسنا في الأمن أننا سند لهم تام، وأننا يعتبر ما يعني الرزح تام في أي تام يعتبر شيء يتطلب تام الأمر، وهم كذلك بالنسبة لهم تام، هم لم يقصروا تام أبدا معنا، وتنسيقنا تنسيق تام وعالي تام كان مع الجيش أيضا أو مع المكاتب التنفيذية في المحافظة تام التي موجودة للدولة تام، التنسيق جاري على قدم وساق تام على أعلى مستوى الحمد لله. نعم. كيف تقيمون تعاون الإخوة المواطنين في المناطق المحررة في محافظة حجة مع قيادة شرطة المحافظة وأجهزتها الأمنية المختلفة؟ هذا الموضوع هو موضوع هام جدا تام، على أساس أنه نحن انطلقنا من منطلق أن الأمن هو أمن المواطن هذا وهو أمن الشعب هذا. نعم. تام، فلذلك يعتبر ما يعني هو المعني به أولا تام، وهو عنصر فعال فيه تام، نحن لسنا إلا يعتبر ما كادر موظف تام لتقييم الأداء الأمني تام له تام للمواطن نفسه تام، فيما يحمي تام دمه يحمي ماله يحمي تام يعتبر ما يعني عرضه فيما يحمي تام يعتبر ما من جميع الاتجاهات في موضوع تام ما يتطلبه هو المواطن بنفسه تام. نعم، وامتلاكات العامة والخاصة. فلذلك أيوة تام، نعم تام، بالنسبة لنا المواطن تام يعتبر عنصر أساسي تام، وهو الركيزة الأساسية تام في الأمن تام، وتعاونهم تعاون إيجابي جدا معنا تام والله الحمد. نعم. تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة حجة خصوصا في المناطق المحررة خلال الفترة الماضية من ضبط أكثر من خلية إرهابية كانت تحاول النيل من أمن واستقرار المحافظة، كيف تقرأ لنا وللمشاهد هذا النجاح والإنجاز لرجال الأمن؟
الأمن على تهم عندنا تهم الوضع تهم الأمني تهم في المناطق المحررة هو يعني يعني مضبوط بشكل غير طبيعي غير موجود يعتبر تهم أعتقد في أي مكان آخر. نعم. بسبب أنه تهم حتى الشريحة السكانية المتواجدة تهم يعتبر موجودة لدينا تهم يعتبر يعني تكاد تقول على أنها يعتبر كلها تهم يعني جيدة جدا تام وممتازة تام ولذلك تام يعتبر حتى أي اختلالات أمنية توجد تجد لله الحمد الجميع تام يتعاون فيها أجهزة الأمن تام تقوم بعملها وواجبها تام يعتبر عندنا إشكاليات حول مثلا ميليشيا الحوثي تام في موضوع التهريب تام يعتبر ما هو استخدام تام نقاط التهريب تام الى دول الجوار تام هو الى تام يعتبر ما في موضوع الاضرار تام باخواننا الاشقاء تام في المملكه العربيه السعوديه تام ونبذل دور يعتبر وجهد تام جبار جدا تام بالاضافه الى بجانب اخواننا تام ايضا في القوات المسلحه وجميع الاجهزه الاخرى تام المتواجده والمواطنين تام في المناطق المحرره وهناك انجازات كبيره جدا تام في هذا الجانب تم ضبط تام الكثير من العمليات تام يعتبر في هذا المجال وايضا تام الامن هناك يكون يعتبر مستقر بنسبه كبيره جدا ولله الحمد. نعم. فيما يتعلق بعمليه التاهيل والتدريب التي توليها قياده شرطه المحافظه لمنتسبي الاجهزه والوحدات الامنيه، كيف تسير تلك العمليه؟ التدريب والتاهيل هو اساس يعني تام بناء اي جهاز تام. نعم. ونحن تام نولي هذا الجانب تام ما يعتبر ولاية يعني تام يعني جهد كبير جدا تام في هذا المجال على أساس تام يعني تام تجهيز الكوادر تام وتأهيلها تام بما يحقق تام لهذا الوطن والمواطن تام حماية تام أمنية تام يعتبر بنوع فريد تام مثل بقية الدول الأخرى تام وبما يتواكب مع العصر وبما يعني يتغلب على التحديات التي تام حاصلة أمامنا تامة وتحدث تام يعتبر بين الحين والوقت الآخر تام. بالنسبة لخطتكم الأمنية في قيادة شرطة المحافظة التي تودون تحقيقها خلال المرحلة القادمة، خطتنا تام يعتبر خطة يعني تام كبيرة نطمح فيها تام على أننا بإذن الله عز وجل تام يعتبر احنا لدينا تام يعتبر خطه استراتيجيه وكذلك خطه يعتبر يعني على المدى القريب تام. الخطه التي تام يعتبر انطلقنا منها على اساس تام استغلال كل تام الطاقات تام والكوادر وابناء الوطن تام المتواجدين تام من اجل ايش؟ تام توعيتهم تامه يعتبر انهم يظلوا انهم يكونوا عناصر امن تام على اساس انه تام يعني انا لما انطلق تام يعتبر من فكره انه الامن مسؤوليه الجميع تام هنا تام يتحقق اشياء تام كبيره جدا وتضعها تام يعتبر في بالك وفي حسبانك وان شاء الله تام بالنسبه للاخوه تام في الدوله ومؤسسات الدوله اننا نرى تام يعتبر انعكاساتها تامه في القريب العاجل تام يعني فيما نطمح اليه تام من خطط وضعناها تام فالخطط يعتبر كبيره جدا تام مقارنة بالواقع الذي هو موجود لكن تام نأمل أنه تام يعتبر بلدنا يصبح يعني من أول البلدان تامة المتقدمة في موضوع الأمن وحماية المواطن تامة وممتلكاته تامة وما والممتلكات الخاصة والعامة. العميد أمين عبدو الحجوري مدير عام شرطة محافظة حجة، قبل أن نصل إلى ختام هذا اللقاء هل لديك من كلمة أو رسالة تود أن تبعثها عبر البرنامج لقيادة وزارة الداخلية وأيضا لقيادة السلطة المحلية في محافظة حجة؟ الأخوة تام في قيادة وزارة الداخلية مشكورين تام يعتبر مه وكذلك قيادة السلطة المحلية تام في المحافظة نحن تام نثمن الدور الكبير والمحوري الذي يبذلوه تام من أجل ما نقوم به تام وجهودهم تام لدينا أساسية وجبارة تام يعتبر في هذا المجال ونطمح أن تبذل المزيد من الجهود تام خلال الفترة القادمة لما فيه تام مصلحة تام
وطننا والمحافظة تامة بشكل خاص تامة والوطن بشكل عام ولما فيه تام الصالح العام تام، لأننا إذا عولنا تام على أحد تامة فالسلسلة الأقرب تام إلينا تام نحن تام على حسب التسلسل الإداري الموجود لدينا هي تام يعتبر قيادة السلطة المحلية تامة يعني تام بشكل محلي تام في المحافظة وقيادة وزارة الداخلية تامة بشكل يعتبر تامة مؤسسي تام وهي الدولة تام. نأمل أننا نرى منهم تام بذل المزيد من الجهد معنا وأن يكون ترتيب الوضع تام يعتبر بما نطمح إليه جميعا وبما يشرفنا جميعا تام أمام بلدنا ثم أمام الله عز وجل ثم أمام هذا المواطن الذي نحن مسؤولين عنه تام. وشكرا. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء بهذه الرسائل التي توجهها قيادة شرطة محافظة حجة بقيادة مدير عام شرطة المحافظة العميد أمين عبدو الحجوري والتي تؤكد من خلالها استمرارها في عملية تأهيل وتدريب منتسبي الوحدات والأجهزة الأمنية في المحافظة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المحافظة علاوة على مشاركتها مع أبطال قواتنا المسلحة الباسلة المرابطة في مختلف جبهات وميادين العزة والكرامة حتى استعادة ما تبقى من تراب الوطن التي ما تزال خاضعة لوطأة وإجرام ميليشيا الحوثي الإرهابية. كل المدن والنواحي للأمن تهدي التحية مثل الصقور العلية بواسل الداخلية كل المدن والنواحي للأمن تهدي التحية ملاحم وبطولات خالدة تسطرها قيادة اللواء 141 وهي تشارك أبطال القوات المسلحة في جبهات وميادين العزة والكرامة في الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية. مزيدا من التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريناه مع قائد اللواء 141 العميد الركن محمد أبو عيدة. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف العميد محمد أبو عيدة قائد اللواء 141. بداية أهلا وسهلا بكم وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة في هذا اللقاء وشكرا لقناتكم. نأتي الآن إلى الأدوار الوطنية والخالدة التي سيسطرها التاريخ
في أنصع صفحاته بأحرف من نور عن دور قيادة اللواء 141 مع جميع منتسبيها في الدفاع عن الوطن والثورة ضد المد الفارسي وميليشياته الإرهابية في مختلف جبهات القتال. اللواء 141 هو أول لواء تأسس في الجيش الوطني في 2015 جيش وطني، ويعتبر اللواء 141 من أكبر الوحدات التي تكونت من حيث العتاد والقوة والبشرية بداية 2015 في منطقة السيعر، وهب شباب اليمن من جميع المحافظات الجمهورية للالتحاق بهذا الولد بهذا اللواء حتى وصل العدد إلى 7000، وتشكل اللواء من 14 كتيبة مسلحة مشاة. واللواء أدواره عظيمة في جميع المحطات، يعني جميع المحطات التاريخية التي مرت بها الجمهورية اليمنية، وخصوصا في السنوات العشر الماضية التي تمر بها البلاد مرحلة يعني حساسة جدا. بداية كان اللواء دور في إيقاف الميليشيات الانقلابية الحوثية في شبوة، حيث انطلق اللواء بكتيبة وأوقف الحوثيين من الدخول إلى معسكر اللواء 23 ومدينة العبر، وتم كسر العدو. ومنها عندما خرج اللواء بداية 2015 نهاية 2015. قبل ذلك أيضا كان اللواء أيضا كتائب هي مشاركة تكونت في الجبهة، مثل الكتيبة الخامسة بقيادة العميد خالد الأقرع، والكتيبة وكانت في نجد العتق، يعني ما في خوض الدفاع عن الجمهورية اليمنية. وكذلك الكتيبة السابعة كانت تقاتل في جبهة صرواح، والكتيبة السادسة أيضا بقيادة شليك، والكتيبة السابعة بقيادة العميد الشهيد فرحان بن جلال. ثم انطلقت الكتائب الأخرى لتحقق النصر الكبير في معركة نصر واحد، حيث شارك اللواء يعني وقلب المعركة من المعركة الدفاعية إلى معركة هجومية، فكان ذلك الزحف الكبير والنصر الكبير بداية من المخدرة كتيبة الثامنة وما معسكر ماس ونجد العتق وجبال صلب، عبر الكتائب الكتيبة الرابعة في صلب، والكتيبة الخامسة بقيادة الأقرع، والكتيبة التاسعة في معسكر ماس. وتم بحمد الله عز وجل، وأيضا كان اللواء الدور الكبير في دعم المقاومة الشعبية اليمنية من محافظة صنعاء ومحافظة عمرة ومحافظة مأرب، فكانت معركة تهلل فيها النصر والبشرى والزحف العظيم حتى وصلنا إلى مفرق الجوف في معركة نصر واحد. ثم تم بحمد الله يعني تحرير جبال نهم الفرضة وجبال قروت حتى وصلنا إلى معسكر الفرضة، وتم تحرير معسكر الفرضة، ثم تجاوزناه إلى قرن نهم وإلى البياض وإلى عيدة وإلى القتب وإلى تلك المناطق، حتى أشرفنا على مديرية المديد ومديرية مشورة. وكان هذه المعركة الهجومية، وأيضا خاض اللواء عدة معارك كثيرة جدا، في معركة نصر 2 حيث تم استكمال جبال يام والفرضة وبقية كذا، وأيضا مشاركة اللواء
لهم دور كبير جدا أيضا عندما انتقل اللواء إلى المنطقة العسكرية السادسة، فشارك في معارك كثيرة، في معركة الغيل ومعركة عدة معارك، ثم انتقل اللواء وتجمعت المناطق الثلاث وشكل قوة كبيرة في معركة نصر الثلاثة، وتحقق أخذ ضبوعة وأخذ الصافح وأخذ البياض وأخذ، واللواء دوره كبير جدا ولا زال حتى اليوم في يدود ويدافع عن محافظة مأرب، ومستعد ومتهيئ وكلنا جاهزون وعيوننا على صنعاء لدحر هذه الميليشيات الإنقلابية الإرهابية الحوثية والمحافظة على مكتسبات الوطن الجمهورية والوحدة والدستور ومؤسسات الدولة بإذن الله. ونحن رهن الإشارة لإشارة قيادتنا السياسية والعسكرية بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن ترى الميليشيات الإنقلابية الحوثية إلا الموت، ولن ترى إلا الجحيم والنار الحارقة بإذن الله سبحانه وتعالى. القيادات العسكرية المتعاقبة والتي أسست أيضا هذا اللواء الجمهوري قدمت قوافل من الشهداء والجرحى في سبيل الدفاع عن الوطن وكرامة أبناء الشعب اليمني. أهمية هذه التضحيات التي قدمتها قيادة اللواء العسكرية سواء السابقة وأيضا الحالية التي تقودون هذه المهمة الوطنية انتم. مهما قدم اللواء من تضحيات كبيرة جدا وكذلك الجيش الوطني وكذلك أبناء اليمن، فمعارك التحرير لا تحدد بسقف ولا بثمن. نعم. لا تحدد بسقف ولا ثمن، الثمن مفتوح. واللواء 141 قدم تضحيات كبيرة وجسيمة جدا سواء في المعارك السابقة والتي كانت بقيادة مؤسس اللواء الركن هاشم الأحمر، ومن جاء بعده عميد الركن حسين الحكيمي والعميد الركن رشاد اليوسفي، ثم أخذنا الأمانة أو استلمنا الأمانة منهم ونواصل على دربهم. قدم اللواء تضحيات كبيرة، 2200 شهيد ومئات الجرحى وعشرات المعاقين، لكن هذه التضحيات من أجل الوطن ومن أجل البلاد ومن أجل تراب الوطن، لأن التراب غالي والبلاد لا تقدر بثمن. لا تقدر بثمن، ومعارك التحرير أو كذا هي لا يحسب لها سقف، لا يحسب لها، فسنقدم الكثير والكثير حتى نرفع علم الجمهورية اليمنية في مران بإذن الله. نعم. عيوننا على صنعاء. نأتي الآن إلى عملية التأهيل والتدريب القتالي التي تولونها أنتم في قيادة اللواء 141 لجميع منتسبي اللواء من خلال تخرج العديد من الدورات التخصصية والنوعية سواء في المهارات القتالية أو غيرها من الدورات التخصصية. أهمية التأهيل والتدريب التي تولونها أنتم في قيادة اللواء لمنتسبي اللواء. تدريب بداية من خلالكم أيضا نشكر هيئة التدريب ممثلة بالأخ نائب رئيس هيئة التدريب وكذلك المسؤولين عن التدريب سواء ركن التدريب في اللواء أو شعبة التدريب في المنطقة العسكرية السابعة. نعم. الحمد لله سبحانه وتعالى حققنا نجاحات كبيرة في التدريب والتأهيل سواء القيادي أو التخصصي أو النوعي، وهذا له أهمية كبيرة جدا أهمية كبيرة جدا تنعكس على تحسين الأداء القتالي والقدرات القتالية والخبرة القتالية، بحيث ينتقل يضاف إلى الخبرة القتالية التي مارسها المقاتل والجندي والضابط في الميدان، فيضاف إلى ذلك الخلفية النظرية العلمية العسكرية التي نهالها من خلال هذه الدورات التخصصية والنوعية، فيتحسن الأداء ويتحسن وتتحسن القدرة القتالية،
وسيكون لها في المعركة القادمة إن شاء الله المعركة الفاصلة بيننا ونحن والميليشيات الانقلابية الأثر الإيجابي الكبير بإذن الله سبحانه. ماذا عن استعدادكم أنتم كبقية الوحدات والألوية العسكرية للمرحلة القادمة؟ نحن جاهزون للمعركة القادمة، والمعركة القادمة لن تكون كمثيلاتها. تعلم الميليشيات أن المعركة القادمة هي معركة كبيرة وشاملة، معركة كبيرة وشاملة ومعركة فاصلة بيننا وبينهم، ولن تكون معركة دفاعية وإنما ستكون معركة هجومية بإذن الله. اليوم تلك العصابة الإجرامية ما تزال تزج بأبناء الشعب اليمني إلى محارق الموت، خصوصا ممن يقضعون تحت وطأتها من خلال المراكز التدميرية كما تسميها المراكز الصيفية التي تقوم بإدخال الأطفال والمورّرين إلى هذه المراكز لغسل أدمغتهم ومن ثم الزج بهم إلى محارق الموت. كلمة أو رسالة لك كقائد عسكري في القوات المسلحة لأولياء الأمور ممن يقومون بزج فلذات أكبادهم إلى محارق الموت. رسالتي إلى إخواننا وأبنائنا ومشايخ القبائل، العشر سنوات الماضية كافية، وقد عرّت الميليشيات بأن أداة رخيصة لإيران، وأفعالها عرّتها وكشفتها وأظهرتها على حقيقتها. أنها لا تريد للشعب اليمني الخير، ولا تريد للشعب اليمني السلام، ولا تريد للشعب اليمني، إنما هي مسيرة الدمار، مسيرة التخريب، مسيرة الكذا. فننصحهم أن يحافظوا على أبنائهم، وأن لا يذهبوا بأبنائهم إلى تلك المراكز التي تدمر أفكارهم ثم تدمر أجسادهم وأرواحهم بسوقهم إلى معارك، يعني معارك فاشلة، معارك خاسرة. فعليهم أن يحافظوا على أبنائهم وأن لا يدفعوا بهم إلى تلك المراكز الفكرية الدخيلة من إيران، لأن أفكار دخيلة على الجمهورية اليمنية وعلى أبناء اليمن. وقد عرفوا الميليشيات الإنقلابية ماذا قدمت لهم. لم تقدم لهم إلا الموت، لم تقدم لهم إلا التفجير، لم تقدم لهم شيء، لا في الجانب المعيشي ولا في الجانب الخدمي ولا في الجانب التعليمي ولا في الجانب، لا تقدم إلا الموت. فرسالتي لهم أن يحفظوا أبنائهم، وسنكون لهم إن شاء الله نحن السند والعون والنصر قريب بإذن الله. العميد محمد أبو عيد، قبل أن نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، هل لديك من كلمة أو رسالة تود أن تبعثها سواء للقيادة السياسية وأيضا لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة؟ الأخير نشكركم على هذه الاستضافة، ونشكر أيضا إخوة القيادة السياسية مثل رئيس مجلس القيادة وقيادة العسكرية مثل الأخ وزير الدفاع رئيسة الأركان على دعمهم المتواصل، سواء في الجانب المادي أو الجانب المعنوي أو الجانب الدعم السخي. وكذلك أيضا لا ننسى الدعم العربي الأخوي من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم المتواصل وإسنادهم القوي، فنشكرهم كل شكر والتقدير، ونقول لهم مزيدا من الدعم، مزيدا من الإسناد، مزيدا من الكذا، حتى نستعيد مؤسسات الدولة وندحر هذه الميليشيات الإنقلابية وإلى غير رجعة وتدفن
في مزابل التاريخ. وشكرا لكم. إذن مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، باسمكم جميعا لا يسعنا إلا أن نشكر سيادة العميد محمد أبو عيدة قائد اللواء 141 مشاة على كل هذه الإيضاحات والمعلومات والتفاصيل، كما هي لكم أيضا من فريق البرنامج أنتم إخوة المشاهدين والمتابعين، نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. قواتنا المسلحة ستظل حامية وحارسة الجمهورية وسيادتها، وستظل رمز الوفاء والصمود، ولن يحبطها سقوط المتربحين، ومأرب ستظل جمهورية، وسيقاتل الجيش حتى النصر، وتحرير كل شبر من دنس الميليشيات الحوثية الكهنوتية. كل التحية لكم يا أبطال قواتنا المسلحة، والخزي والعار لمن يعادي الوطن كائنا من كان. يا ماردا في هامة التاريخ يطهر المحن، وصانعا أيلول صنعاء وتشرين عدا، لا لن ينال الطامعون من شموخه ولن، فلا مكان بيننا لعابد الوطن، وليس في صفوفنا من يزرع المدن. أرواحنا دماؤنا تأتيك يا يمن، ولاؤنا إخلاصنا للشعب للوطن. أرواحنا دماؤنا تأتيك يا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، ستظل القوات المسلحة والأمن البواسل القوة الضاربة التي تتحطم على يديها كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الوطن والثورة والجمهورية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. حتى الملتقى لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. تقبلوا خالص تحياتي وطاقم فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عانق الأبطال.